بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. النبي صلى الله عليه وسلم بعث لهذه الأمة رحمة ونعمة وهداية، فلم يزل بأبي وأمي هو صلوات الله وسلامه عليه في شأنه كله موئل خير ورحمة وبركة لأمته عليه الصلاة والسلام. ألا ترون معاشر الكرام أننا رغم تطاول الزمان وعلى بعد هذه القرون المتعاقبة من بعثته وحياته ومماته عليه الصلاة والسلام، أما رأيتم أن بركاته صلى الله عليه وسلم ما زالت تتفيأ الأمة ظلالها إلى اليوم وإلى قيام الساعة؟ هذه رايات سنته ترفرف، وهذه شموس حياته تشرق عليه الصلاة والسلام، وهذه نواحي الخير والهدى والرحمة في سيرته العطرة ما زالت تتنفسها البشرية والمحبون من أمته صبح مساء. هذه صلاتنا وسلامنا على نبينا صلى الله عليه وسلم، تمطرنا بكل صلاة 10 صلوات من ربنا جل في علاه. إنها البركات التي جعلها الله عز وجل في بعثة نبيه ومصطفاه صلوات ربي وسلامه عليه.